بتاعته. النهارده مع بعض هنبدا شابتر الريجولاتوري. الريجولاتوري من شابترز النان ثيرابيوتيك اللي بتمثل في الامتحان حوالي 45%. جزء الريجولاتوري لوحده بتيجي عليه اسئله كتير جدا. صعوبه الشابتر ده في ان هو جزء نظري فيه تشريعات وقوانين واختصارات ومنظمات وحاجات كده كتير، فممكن تكون بتلخبط شويه، فهو محتاج يتذاكر كذا مره. فاحنا هنشرحه مع بعض كده ونذاكره مع بعض الفتره اللي جايه، وانتوا بقى ممكن كل فترة والتانية كده بعد ما نذاكروا شابتر او اتنين او تراجعوا، ترجعوا تبصوا على توبيك من شابتر الريجولاتوري عشان تحفظوه وتذاكروه كذا مرة. هنبدأ بأول حاجة الميديكيشن يوز بوليسي كونسيدريشن. هنتكلم في الميديكيشن يوز بوليسي دي على تلات عناوين مهمين: الفورمولاري مانجمنت، الميديكيشن سيفتي، والكومباوندينج امبليكيشن. اول حاجة هنبدأ بيها الفورمولاري مانجمنت. هي الفورمولاري. الفورمولاري دي ابديتنج ليست اوف الميديكيشن، الميديكيشن اللي موجوده في المستشفى. انا بحط لسته بكتب فيها الادويه الموجوده في المستشفى ايه، بحيث انها تتوزع على الاطباء في المستشفى ويبقوا عارفين الادويه الموجوده عندنا. طيب انا بكتبها ازاي او بحط فيها ايه بالظبط؟ انا بقعد كده بنعمل اجتماع مع بعض، اجتماع بتعمله الفارماسي اند ثيرابيوتيك كوميتي اللي هي البي تي كوميتي، دي لجنه الدواء في المستشفى، والحاجات دي من ضمن اعتماد الجوده. هي المستشفيات اللي بتطبق الكلام ده تبقى هايله يعني، ويا ريت تطبق في كل المستشفيات. بيقعدوا كده مجموعه. طب هل مين اللي بيقعد في لجنه الدواء ده؟ بيبقى فيه فيزيشنز، في فارماسيست، في نيرس، واذر هيلث كير بروفيشنال. بيبقى مجموعه بيقعدوا مع بعض بيكتبوا الليسته دي. الليسته دي بيها ايه؟ انا ببص مثلا عندي محتاج الباراسيتامول، احط باراسيتامول. محتاج حاجه مثلا البي بي اي، اشوف بقى في اوميبرازول في بانتوبرازول، اختار حاجه منهم مور افكتيف مثلا بالنسبه للكوست، واختار حاجه ما وفرش بدايل كتير. اختار الادويه اللي انا محتاجها فعلا، ما اقعدش اوفر ادويه كده وخلاص وفي الاخر تطلع اكسبايرد. طيب عملنا الليسته دي. الليسته دي طبعا بتبقى فيها ابديتنج، اي دواء هحطه جديد بحطه فيها، اي دواء طلع منها او مش محتاجه دلوقتي بشيله منها. طيب هل بكتب الادويه بس كده في الليسته؟ لا، ده بكتب كل الانفورميشن عنها. بكتب مثلا اي انفورميشن، مثلا الباراسيتامول دي اسم تاني للاسيتامينوفين، الدوز بتاعته ايه، الدوزج فورم بتاعته، لو اي دواء مثلا دوز ادجستمنت في الرينال بيشنت، رينال فيلير او الهيباتيك فيلير بكتبها. لو هو بريجننسي كاتيجوري، كاتيجوري اكس مثلا، فاخد بالنا لاي انفورميشن، اي كونسنتريشن. لو بكتب الاف دي ابروفد انديكيشن لايه، الاوف ليبل يوز بتاعه، كل انفورميشن عنه. الفورمولي مانجمنت استراتيجي، الفورمولا دي بتبقى بنعملها وبنحطها بتتوزع على الاطباء، ولازم يبقوا عارفين ايه الادويه الموجوده. لازم يبقى فيها طريقه للاستخدام، يعني هو بيبقى الاندكس ده، الكتاب ده مثلا بيبقى سوفت كوبي موجود على الكمبيوترز في المستشفى، او هارد كوبي بيبقى ليه مثلا فهرس عشان يعرفوا يستخدموه كده يعني. ده اول عنوان هنتكلم عنه. تاني حاجه الميديكيشن سيفتي، الموضوع ده مهم جدا، وده بقى بيجي في الاسئله. محتاج اعرف بعض التعريفات. هنتكلم اول حاجه على الميديكيشن ايرور. ايه الميديكيشن ايرور؟ اي ايرور حصل في الميديكيشن بروسيس، في عمليه الميديكيشن كلها، يبقى اسمه ميديكيشن ايرور. دي شامله بقى الايرور ده حصل من اول مثلا ما الفيزيشن كتب البريسكريبشن وكتبها غلط، يعني كتب دواء مثلا فيه حرف غلط او كتب دواء مكان دواء، ده ايرور. الفارماسيست ارر بريسكريبشن غلط او طلع دواء مكان دواء، ده ايرور. النيرس الفارماسيست ممكن قال للنيرس مثلا الدوز كذا والدوز غلط، ادي الايرور. النيرس راحت ادت البيشنت الدواء بطريقه غلط، بدل ما تديهوله مثلا اي بي تديهوله اي ام او العكس، ده ميديكيشن ايرور. يبقى اي ايرور حصل في عمليه في الميديكيشن بروسيس كلها، ده اسمه ميديكيشن ايرور. ايه الادفيرس دراج ايفنت؟ الادفيرس دراج ايفنت اي هارم بقى حصل من الدواء، اي انجري حصل من الدواء، من استخدام الدواء، سواء كان في ميديكيشن ايرور او لا، سواء كان الدواء ده مثلا استخدم صح واتكتب صح ومصروف صح ولا في غلط.
اي ايفنت حصل، يعني دي شامله. يعني اديت مثلا المريض هيبرين وحصل له هيموريج، ده ايفنت من الهيبرين، ممكن يكون هاي دوز عشان كده حصل هيموريج، ممكن يكون لا هو مصروف صح وكله بس حصل منه هيموريج. طب ايه الادفيرس دراج رياكشن؟ رياكشن بقى حصل من الدواء من غير ميديكيشن ايرور، هو مصروف صح بالنورمال يوز بالنورمال دوز بكل حاجه وحصل منه رياكشن. يعني مثلا زي الاكزامبل هايبر سنسيتيفيتي، واحد اخذ مثلا بنسلين او اخذ السلفه وحصل منه هايبر سنسيتيفيتي، هو الدواء مصروف صح وبالدوز الصح بس حصل منه رياكشن. نيجي بعدها البريفنتابل ادفيرس دراج ايرور. الايرور ده بريفنتابل انجري كوزد باي ميديكيشن ايرور، يعني ايه الانجري حصل بسبب ميديكيشن ايرور وهو بريفنتابل ممكن يرجع. اما البوتنشال ادفيرس دراج ايفنت، البوتنشال دراج ليها اسم تاني نير مس. نير مس يعني او هي اختصار ايه؟ نير مستيك، يعني كان هيحصل مستيك ولحقنا، يعني ميديكيشن ايرور وذ ذا بوتنشال اوف انجري، هو حصل ميديكيشن ايرور بس ما حصلش انجري منه او ما حصلش هارم للبيشنت، يعني دواء اتصرف غلط بس انا لحقت قلت له لا تعالى رجع ده انا ما خدتش بالي الدواء ده مصروف غلط. نير مس، المصطلح ده مهم وبتيجي في بيجي في الاسئله في الامتحان. هنتكلم بعدين عن الميديكيشن سيفتي، على قانون البيشن سيفتي اند كواليتي امبروفمنت، القانون ده اتحط في 2005. القانون ده بيبقى لضمان وسلامه البيشنت، عباره عن اي ميديكيشن ايرور احنا بنبعت بيه ريبورت للجهات المختصه وبيقول لهم ما تخافوش احنا مش هنعمل اي عقوبه بس احنا عايزين نحسن الكواليتي، فانت عايزين نعرف ايه الميديكيشن ايرور اللي بتحصل، والموضوع ده بيبقى فيه غايه من السريه، ما بنذكرش اسم البيشنت او اسم اللي عمل الميديكيشن ايرور ده، واحنا هنجمعه. عملوا منظمه اسمها بيشنت سيفتي اورجنايزيشن البي اس او اس، المنظمات دي علشان تحسين الكواليتي وتحسين الجوده. طيب الاي اتش ار كيو، الاي اتش ار كيو دي هي وكاله من وكاله خاصه بالكواليتي بالجوده، هنعرف قدام شويه كده ان وزاره الصحه فيها كذا وكاله، وكاله الاف دي اي، وكاله الام اي اتش، وكاله السي ام اس، والاي اتش ار كيو دي وكاله خاصه بالجوده، عملت المنظمه هي البيشنت سيفتي اورجنايزيشن. طيب ايه بتحس الناس ان هو اي ميديكيشن ايرور نبعت ريبورت، طب هيبعتوا ريبورت ايه؟ هل مثلا هيكتبوا ده حصل معايا كذا وكذا؟ لا، هم عملوا عملوا كومون فورمات كده، الفورمات ده بيبقى مكتوب مثلا حاجه ثابته مكتوب فيها مثلا لو لو دوز علم صح، لو الدواء ده مثلا كان هاي دوز، لو الدواء ده مثلا عمل يعني عاملين فورمات معينه وانت تعلم ايه اللي حصل لك. طبعا الحاجات دي بتتجمع عشان يعرفوا ايه الميديكيشن ايرور عشان يتجنبوها بعدين. الميديكيشن ايرور دي بتتبعت لايه؟ الريبورت بيتبعت لايه؟ في منظمه او برنامج عندها الاف دي اي، برنامج اسمه الميد واتش. الميد واتش يعني الميديكيشن واتش، مراقبه الميديكيشن. البرنامج ده فولانتري مهم نعرفه، بيجي في الاسئله كتير جدا. الميد واتش فولانتري يعني اختياري، مش اجباري انك تبعت الايرور ده، مش هتحصل لك عقوبه يعني لو ما بعتش. طيب ده بيستخدم ايه؟ الميد واتش ده بنبعت له الادفيرس ايفنت، بنبعت له ايه؟ بنبعت له الميديكيشن ايرور اللي حصل، لو كان مثلا سواء كان سايد افكت من الدواء، برودكت يوز ايرور استخدمت الدواء غلط، الكواليتي بروبلم في مشكله في الكواليتي بتاعت الدواء، الثيرابيوتيك فيلير، اي حاجه، اي حاجه بتتبعت للميد واتش، اي ميديكيشن ايرور. طب عايزين نعرف يوزد فور ايه؟ يوزد فور البريسكريبشن دراج والاوتو سي دراج، البيولوجيكس، اكسبت الفاكسين، اكسبت الفاكسين مهمه جدا عشان بتيجي في الاسئله في الامتحان يقول لك الفاكسين بنبعته حصل ميديكيشن ايرور من الفاكسين نبعته للميد واتش؟ لا، هنشوف قدام هنبعته لايه؟ ده سؤال بيجي في الامتحان. الميديكال ديفايس، الكومباينيشن برودكت، الفود، الكوزموتكس، اي حاجه الكوزموتكس حتى بتتباع برضه الميد واتش،
الدايتري سبلمنت، الانفنت فورمولا، يعني تقريبا كل حاجه. طب احنا بقى نعرف ايه اللي مش بيتبعت للميد واتش، احنا عرفنا كده تقريبا كل حاجه. طيب وات نوت تو ريبورت تو ميد واتش، اول حاجه قلناها قدام الفاكسين، الفاكسين بيتبعت لايه؟ بتتبعت لمنظمة الفاكسين ادفرس ايفنت ريبورتنج سيستم، اختصارها VAERS. مهم نعرف الاختصارات دي عشان في الامتحان بتيجي بالاختصارات. ده كده برنامج تابع للسي دي سي اللي هو سنتر اوف ديزيز كنترول، بنبعت له الفاكسين، يبقى الفاكسين ما بنبعتوش للميد واتش. طيب تاني حاجة الانفستيجيشنال او الدراج اللي هو في الاستادي، الاستادي دراج لسه في مرحلة الاستادي لسه ما خرجش يعني. ده بقى لو حصل فيه ايرور ما ينفعش ابعته فولانتري، ده مانداتوري، ده اجباري، فما ينفعش ان انا ابعته للميد واتش. المانداتوري ريبورتنج اي حاجه مانداتوري في الاندستري، في الاندستري برضو في صناعه الدواء ما ينفعش ان انا ابعتها للميد واتش. الريبورت اون الفيترينري، الفيترينري الحاجات البيطريه ما تتبعتش للميد واتش. طيب الميد واتش ببعته ايه؟ في فورمز عاملينها الميد واتش، ببعت منها، ببعت بكتب فيها الريبورت في فورم اسمها 3500 3500 ايه 3500 بي، مهمين برضو نحفظهم. 3500 دي بقى بيستخدم باي ايه ستودنت والهيلث كير بروفيشنال، الحاجات الميديكال، الميديكال هم بيكتبوها، بتبقى بميديكال لانجويج، بتبقى فولنتري. 3500 ايه دي معموله للديستريبيوتر والمانيفاكتشرز والامبورترز وفي الحاجات الصناعه، عشان كده هي مانداتوري الفورمز دي عامه. ال 3500 بي دي يوزد باي الكونسيومرز، الناس المستهلكه للدواء، ده حصل منه خطا بروح بعتها للميد واتش، ده الفولنتري وتبقى نون ميديكال لانجويج. انا عارف ان في اصطلاحات كتير لغايه دلوقتي، احنا ممكن طول ما احنا ماشيين كده اي اختصارات اي حاجه نجمعها في ورقه خارجيه عشان نعرف نحفظها. طيب بعتنا للميد واتش، ايه اللي بعده؟ ايه اللي بعده؟ حاجه اسمها الانستيتيوت فور سيف ميديكيشن براكتس، الاي اس ام بي. الاي اس ام وده عباره عن منظمه او البروجرام ايرور ريبورت بروجرام، بيتبعت له فوق الميديكيشن، فوق الميد واتش كده بيتبعت الايرور ريبورت بروجرام، ده اسمه الانستيتيوت فور سيف اند سيف ميديكيشن براكتس. هنيجي بعدين لعنوان تاني اسمه السنتينل ايفنت. السنتينل ايفنت ده كله احنا في الميديكيشن سيفتي. السنتينل ايفنت او السيريس ايرور، حصل ايرور عمل بيرمننت انجري، عمل مصيبه كبيره جدا، عمل ديس سيريس ايرور. ده بقى حاجه تانية. يعني ده ايه عباره عن تعريفه؟ اني ايرور كوزنج بيرمننت انجري اور ترانزيت بات بوتنشال لايف ثريتنينج، عمل فيزيكال انجري او سايكولوجيكال انجري. يعني مثلا اكزامبل ايه؟ البروسيدرز انفولفينج رونج بيشنت اور بادي بارت ريزلت ان ذس اور لوس اوف فانكشن. يعني مثلا حصل رونج بيشنت او بادي بارت ريزلت ان ذس، عمل عمليه مثلا، عمل بدل ما يشيل الكيدني شال حاجه تاني، مشكله كبيره جدا. سوسايد ان الانبيشن يونت، واحد انتحر في المستشفى. ريتيند انسترومنت افتر سيرجري ريكوايرد ري اوبريشن، نسي هما بيعملوا الاوبريشن، هما بيعملوا الاوبريشن نسيوا مثلا جهاز او نسيوا اي حاجه في العيان واضطروا يعملوا ري اوبريشن. الجاز امبوليزم، الهيموليتيك بلاد ترانسفيوجن رياكشن، حصل رياكشن او حصل انكومباتيبلتي. اي ميديكيشن ايرور ادى للديس، ماتيرنال ديس، الام وهي بتولد راحت ضايد. الانفانت ديس تشارج تو رونج فاميلي، بعد ما ولدت البيبي في الحضانه راحوا ادوه لاسره مختلفه. اي مشكله كبيره جدا ده اسمه سنترال ايفنت، ده مهم جدا. وبتيجي الاسئله دايركت بيقول لك ان الانفانت ديس تشارج تو رونج فاميلي، ده ادفرس دراج ايفنت ولا سنترال ايفنت؟ بتيجي الاسئله دايركت فيه، ودي حته مهمه جدا. طيب دول بقى ابعتهم لايه؟ هعمل ريبورت ابعته للميد
واتش اللي هي مراقبه الميديكيشن، الحاجه الفولنتري، لا ابقى ده مانداتوري لازم يتبعت ما دام هو حاجه مهمه جدا وحاجه حصلت ممكن تكون دس. ده مانداتوري اجباري وببعته لهيئه اسمها ذا جوينت كوميشن في وزاره الصحه. ذا جوينت كوميشن، ذا جوينت كوميشن دي قدام هنتكلم عنها، دي هيئه كده مش رب يعني غير ربحيه، مش ربحيه، بتحسن برضو الجوده، غرضها تحسن الجوده، هنعرف قدام عنها هنتكلم بالتفصيل عنها. المهم دلوقتي ان احنا نعرف ان اي سنترال ايفنت، اي سيريس ايرور حصل سواء كان من الحاجات دي، ودايما بيجوا في الاسئله يعني بتيجي واضحه كده على طول، يبقى ده مانداتوري وهبعته ذا جوينت كوميشن. طيب هعمل ايه قبل ما ابعته ذا جوينت كوميشن؟ هعمل حاجه اسمها روت كوز اناليسيس، يعني هعمل واكشن بلان، هعمل ده وده او ده او ده. يعني ايه روت كوز اناليسيس؟ هجيب من اول السبب، هبعت كده من اول السبب ايه اللي حصل، ايه الفاكتورز اللي ادت للكلام ده، او اكشن بلان يعني خريطه كده توضيحيه اللي حصل ده حصل بسبب ايه. اخر حاجه بقى هنتكلم عنها الكومباوندنج امبليكيشن. كومباوندنج امبليكيشن دي اللي هي خلط الادويه في بعض، تركيب الادويه. احنا دلوقتي لما بنيجي مثلا نحل المضاد الحيوي بنروح نحط له سترايل ووتر، بنسيبه بقى فتره، يقول لك مثلا تسيبه حوالي اسبوعين في الثلاجه او 10 ايام او اسبوع بره الثلاجه، ليه اكسبايرد ديت بعد ما اخلطه. لما يكون مثلا باودر كده بيبقى محطوط ليه اكسبايرد ديت 3 سنين، ومجرد ما اضيف عليه السترايل ووتر بيبقى ليه اكسبايرد ديت. احنا بنستخدم اليو اس فارماكوبيا، ده بيعمل ديفلوبمنت ستاندرد باي عن طريق الاف دي اي، بيعرف الكواليتي والبيوريتي بتاعت الميديكيشن. عامل الفارماكوبيا فيه 797 800. ال 795 دي محددها للفارماسيوتيكال كومباوندنج فور النون سترايل بريبريشن. السترايل 797 زي ما قلنا، نكتبهم كده في ورقه بره الحاجات الاختصارات والارقام دي علشان نبص عليها كده كل شويه. ال 800 بقى للدانجرز دراج. الدانجرز دراج زي الكيموثيرابي مثلا، اعملها في شابتر لوحده في الفارماكوبيا رقم 800. طيب هنيجي بقى مثلا ده في الاسترايل برودكت. البرودكت الاسترايل عايزين نعرف البيوند يوزد ديت، البد اختصارها البد، ده ايه؟ ده الاكسباير ديت بعد الخلط، بعد الخلط يبقى الاكسباير ديت للحاجات الاسترايل برودكت. طيب بيقول لك ده على اساس ايه؟ ليها كذا على اساس، بنقسمها على اساس، على اساس الريسك، الريسك بتاع الدواء ده، وعلى اساس الاستورج بتاعه. الدواء ده ريسك لو ريسك ولا مودريت ريسك ولا هاي ريسك؟ الاستورج هحطه والله في الروم تمبريتشر، ولا هحطه في درجه حراره الغرفه العاديه، ولا في الثلاجه، ولا في الفريزر. الارقام دي حفظ، وفي اسئله بتيجي حفظ كده، يقول لك استرايل الاسترايل برودكت مثلا المودريت ريسك في مودريت ليفل بنحطه في الثلاجه قد ايه، بتيجي حفظ. فاحنا عاملين الجدول ده كده، هنقسمه اللو مودريت هاي درجه الحراره العاديه الثلاجه الفريزر. بص كده عشان نحفظها، احنا لما بنحطه في درجه الحراره العاديه دي بالاورز بالساعات، لكن الثلاجه والفريزر بالدايز طبعا. فنحفظها كده، لو لو 48 ساعه يومين، لو مودريت 30 هاي 24. طيب لو هو هنحطه في الثلاجه، لو واحد هاي ريسك 3 ايام بس كفايه، اسبوع مودريت، اسبوعين لو. الفريزر كلهم 45 يوم بيقعدوا في الفريزر. النهارده كان نكون خلصنا الجزء بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تذاكروا بسرعه سريعا كده وتراجعوا عليه كل فتره، موفقين وناجحين باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.